هذا منتج آخر يقع خارج يريوان باتجاه الجنوب في منطقة داتير. هذا المنتج عبارة عن أكواخ خشبية جميلة، ما زال العمل به مستمر، يعني الأكواخ موجودة كاملة متكاملة، أكو بسواح يجون يسكنون وما زالوا في طور التوسيع. الكوتيجات أو الأكواخ الموجودة في هذا المنتجع عبارة عن أكواخ خشبية، سأريكم جوانب من هذه الأكواخ وجوانب من الأعمال التي ما زالت مستمرة في تطوير وتوسيع المنتجع. ليلة واحدة في هذا المكان يكفي، يبعد عن يروان ما يقارب الخمس ساعات، خمس ساعات ونص قرب تلفريكات داتير، أي قرب التلفريك الذي دخل كتاب غينيس للأرقام القياسية. هذه هي الأكواخ أسطوانية الشكل، الأسطوانية الصغيرة لشخص واحد أو شخصان، وأكواخ بنيت بشكل البيوت، وأيضا أكواخ من طابقين للعوائل الكبيرة. وبالنسبة للأفطار اللي يقدم في هذا المكان، ليس مثل الأفطار السويسري أو الأفطار الفرنسي مثل ما متعارف في معظم فنادق العالم، الأفطار هنا يكون بشكل مبسط، عبارة عن شاي جبن مع الزبد مع مربى، ومعظم هذه الأشياء مصنوعة في القرى أو في الأرياف أو احتمال مصنوعة هنا في هذا المنتجع، مع الخبز، مع خبز الرقاق أو اللباش المعروف اللباش الأرمني، كلها يتم تحضيره في هذا المكان. هذا هو المطعم، هنا تأخذون وجبة الأفطار. هذا داخل المطعم، لاحظوا هذه البراكتة أيضا صنعت من أغصان الأشجار، وهذه الأكواخ التي أمامنا للسكن. كوخ آخر ما مرتب، لأنه الآن تركوا النزلابي بعد ما مرتب بيها، مجرد حتى تشوفوا بيها 14 النزلة غادروا الآن، انتهست الفرصة وصورت، لأن بصراحة الكوتيجات كلها مزدحمة. هذا طابق واحد أيضا عائلي مكون من 4 أشخاص ممكن أن يسكنوا في هذا الكوخ. هذه الأكواخ التي قيد الإنشاء من ضمن مرحلة التوسيع والتطوير. تقع هذه الأكواخ على حافة وادي عميق اللي هو وادي بورودان، ويجري به نهر بنفس الاسم، وأطول تلفريك بالعالم يعبر من فوق هذه الوديان.